بنحلم لبكرة. واحنا بنحلم لبكرة ودايما بنحلم لبكرة وبنحلم بمصر أفضل وبحياة أفضل لكل مواطن مصري، بنجد نفسنا في مواجهة مع رقم. الرقم ده هو اللي عامل الإشكالية. محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها برفع الحد الأدنى للأجور. وزارة التنمية الاقتصادية أعلنت أن المجلس القومي للأجور قال 400 جنيه. 400 جنيه ناس كتير غضبت وقالت لك يعني إيه 400 جنيه لواحد بيتعين؟ المجلس القومي قالوا 400 دول اللي بيشتغل في قطاع خاص، اللي بيبتدي يشتغل النهاردة ما معهوش مؤهل، بيشتغل في وظيفة دنيا ما عندوش أي مهارات، هياخد 400 جنيه. لكن كمان في حاجات تانية، طب واللي معاه مؤهل عالي هياخد 400 جنيه برضه ليه؟ المسألة متشابكة والفهم صعب. عشان كده احنا لجأنا، مش هقول لوزير المالية شخصيا علشان يفهمنا، احنا معانا خبير اقتصادي دولي، فعايزين نفهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط، ليه 400 جنيه، ليه احنا مش زي العالم ولا احنا زيه مش عارفين. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك. منورني. انا عارف ان هذا الملف مش مسؤوليتك، ومع ذلك انت خير من يفهمنا، عايزين نفهم على اي اساس يمكن ان المجلس يحدد 400 جنيه؟ يعني هو بيضع في اعتباراته المناخ العام، المناخ الاقتصادي، حجم الاستثمارات، حجم المعيشه، مستوى المعيشه، 400 جنيه دول جم ازاي؟ هقول لسعادتك، الحد الادنى للاجور اول ما ظهر في اواخر القرن ال19، وكان معمول اساسا عشان يحمي المراه والطفل لما كانوا بيشغلوها في المصانع اللي هي كانت بتاخد عمال على بطال وتشغل الناس 20 ساعة إلى آخره. فطلع حد أدنى قالك ما تقدرش تشغل أي حد إلا بالحد الأدنى للأجر، كان بيحمي المرأة، كانوا ياخدوه ويشتغلوها ويدفعوا لها ربع اللي بيدفعوه للراجل على أساس أنها مرأة. وأول دولة حطت حد أدنى للأجور كان نيوزيلندا. نيوزيلندا في 1890. الهدف من الحد الأدنى للأجور ان انا احمي الطبقة العاملة الدنيا خالص، اللي تحت خالص، بحيث انه ما يجيش واقوم مشغله باي كلام، والاي كلام دي ما توفيش باي احتياج من احتياجاته. طبعا انا ببقى بين نارين، انا عاوز احط اجر يتناسب مع اللي تحت ده، واحاول ارفع من اللي هياخده، لكن لو حطيته عالي قوي هلاقيه مش هيتعين. بمعنى انا جيت حطيت حد ادنى الاجور، سيبك من الرقم بتاعنا، هنقول مثلا 700 جنيه. 700 جنيه. خد مثلا مطعم. المطعم فيه تلات انواع ناس، الطباخ اللي هو بيطبخ الاكل، هو ده اللي بيجيب الزباين، فده اهم واحد، وراه الناس اللي بتخدم على الزباين، اللي بتديله قائمة المأكولات وتقول له عاوز ايه الى اخره، ده تاني واحد. وفي الاخراني اللي بينظف المطعم. نعم. اللي بينظف المطعم ده بنديله 300-400 جنيه. كان بياخد كده؟ لا انا بقول يعني ده مثال. بياخد 200-300 جنيه، وانا جيت حطيت الحد الادنى قلت 500. صاحب المطعم هيعمل ايه؟ اقول لك يا عم انا ما اقدرش اديك 500، روح انت. وهيجي للي بيخدم على الزباين يقول له حتك خد 100 جنيه زياده وبقى انت نظف المطعم اخر النهار. حصل ايه؟ عليت قوي الحد الادنى، بعدت عن المجال اللي موجود فيه اللي هو في الطبقه الدنيا من العمال، راح اترفض. فالنتيجه ايه؟ جيت احسن الامور سوقتها. فالحد الادنى للاجور بيتحط وعيننا على اللي بياخده الحد الادنى، العامل اقل عامل بيخش قوه العمل. احنا في مصر اقل عامل ما بيقراش ولا يكتبش، ما عندوش شهاده لأي مهنة، ما عندوش أي مهارة، بيخش سوق العمل. أنا لازم أقيس على ده. من 18 سنة داخل هياخد أول ما يبتدي 400 جنيه. لأن أنا القانون بيقول أي حد هتعينه لازم يبتدي ب 400 جنيه. أي حد. فلازم أقيس على أقل واحد. ما هو ده أي حد. كويس. فأنا باخد ده بياخد كام؟ واحنا عملنا ابحاث ودراسات. لا كان بياخد كام علشان يوصل ل 400؟ بين 280 دلوقتي من غير الحد الأدنى. بين 280 و320. فقلنا لو حطيناه 400 هقدر اجره من غير ما يترفع. صاحب العمل مش هيمشي، مش هيمشي المبلغ مقدور عليه، هيديله ال 80 جنيه واللي باقيه وهيخليه. لو قلت له 500 ولا 600 اقول له لا يا عم روح
وهدي نص اللي انت بتاخده للي فوقيك اللي هو شغال عندي باكتر من الحد الادنى واقول له اعمل بسط انه هياخد الفلوس وياخد الفلوس ويعمل الشغله بتاعه الغير ماهر ده كويس. فجيت احسن الامور سوقتها حصلت بطاله في الطبقه دي ونقلت دخل ده اديته للي فوق. فالنقطه الحد الادنى ده ما بيتحطش عشوائي. صحيح العنصر تقديمه في عنصر سياسي انه وهنحاسب على العمال وهنحمي ما اعرفش ايه وبتاع، لكن في النهايه في عنصر فني. انا لو بعدت قوي عن الانتاجيه بتاعت العمل اللي تحت ده خالص، لو هو بيكسب النهارده 280 300 320 وجيت حطيت 400 مقبوله، جيت عليت قوي هيسيبوه هيمشوه يعني، او هيحصل حاجه تانية. اتفضل. هيغطس من السوق من الاقتصاد الرسمي اللي بقى فيه حماية وفي تأمين صحي وتأمينات اجتماعية وغير، ويروح في الاقتصاد الغير رسمي ما شوفوش بقى. بمعنى فأنا بحاول بمعنى انه انا بحاول اشجع الشركات انها تظهر على الساحة تقنن اوراقها، يبقى كل شيء رسمي ما شايفها، ما يبقاش فيه اوراق خلفية او ما يبقاش قاعد مستخبي، تبقى العمال بتوعه متأمن عليهم. يعني ما يضطرش يجيب عماله غير مسجله وتيجي تشتغل مؤقت ده 100 جنيه ويقعد. فاللي هيحصل ايه؟ لو قلشت الحد الادنى للاجور عليته قوي هاذي اللي تحت، وهعمل حاجه من اتنين عشان ما اذيهوش وما يطلعوش وما الاقيش عماله عطله نازله لي في الشارع بتقول لي ايه اللي هببته ده. هضطر اغمض عيني. يبقى حطينا قانون وما نفذناهوش. طب حضرتك كده بتقول لي ان الحكومه وهي بتحط القيمه دي كانت عينها على العامل او الموظف اللي تحت خالص، اللي تحت خالص وحريص عليه. لا انا عيني على اقل فرد. ما احنا اتفقنا ان هو ده الحد الادنى اللي بيبتدي عمل، او اللي هو لا بيقرا ولا بيكتب، ما عندوش اي شهاده وما عندوش اي مهاره. ما انا حاجه لحضرتك في النقطه دي لان فيها شيء ملتبس شويه، لكن انا اقصد اقول طب ليه ما استنتوش تشوفوا طالما الشركات القطاع الخاص مرحبه وما اعترضتش على ده، ليه الحكومه ما بحبحتهاش؟ يعني الحكومه مش هتدفع من جيبها، ده القطاع الخاص اللي هيدفع. ليه ما رفعوش المبلغ شويه؟ لانه انا ما بخاطبش شركات القطاع الخاص اللي قادره على ان تعبر عن نفسها. انا بخاطب شركات متوسطه وصغرى، ولو قلشت الرقم ده اللي هيتاذي الصغير مش الكبير. الكبير يا اما هيستوعبها يا اما هيستوعبها ويحطها في السعر ويعلي لك السعر ويبقى البسها انت، يا اما ما عندوش المشكله دي انه اصلا ما بياخدش عماله. يعني بص، في شركه حديد وصلب ما فيش عماله غير مهر، كلهم مهره وكلهم عندهم صنع، فما تفرقش معاه. احط 1000 ما عنديش 400، ما عنديش 400 دي خالص ما يفرقش معاه. اللي يفرق معاه مين؟ اللي عنده منشاه صغيره، بقاله، محل صغير، مصنع صغير، مطعم صغير، ورشه صغيره، ده اللي تفرق معاه. فانا ببص لده، ما ببصش لفوق اللي قاعدين في اتحادات الصناعات وبتاعه ما اعرفش مين ده. شركات متوسطه وكبرى. الصغير ده ما بيروحش، لا بيروح اتحاد صناعات ولا بيروح غيره، بيبقى قاعد في ركنه. فانا بروحت عملت، لما عملنا المسح عملنا المسح عند دول، لان هم دول اللي بيشغلوا، واللي هيتاذي ده، واللي ما يعرفش يحرك سعره لو اضطر يزود الاجر مش هيعرف يحرك سعره عشان التكلفة هتزيد، هو ده. نعم. فاللي بيفقد قدرته على المنافسة هو ده. فالنقطة ما بصش أنا على اللي فوق، اللي فوق ما تفرقش معاه كتير، أبص على اللي تحت. طيب أنا عايز أوصل مع حضرتك للبس اللي حصل. حضرتك بتقول لي إن العامل اللي مش ماهر اللي جاي بيشتغل ما عندوش أي خبرات في الدنيا، ما معهوش مؤهل، لا بيعرف يقرأ ولا يكتب، هياخد 400 جنيه. طيب اللي حاصل على مؤهل متوسط أو مؤهل جامعي وداخل هذا السوق ولاول مره، مش شرط يبتدي عند 400. مين اللي يملك الشرط ده اذا كنت انا حددت السوق؟ بس نرجع تاني، السوق بس. لكن انا ما قلتش انه ده لازم يتعين عند 400، لو قيمته في السوق 700 هيخش ب 700، واخد بالك؟ انا ما بقولش، انا بقول كحد ادنى، ما بقولش لازم انه ال 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 الاجر اللي هتاخده في اول تعيين 400. ما يضمن ان الشركات الصغرى او المتوسطه هتقبل بهذا التقدير؟ ما هتقول له والله تعالى انا عندي قانون بيقول ان الحد الادنى 400 وانا هديك الحد الادنى، مش هجيل فيجد. ما هو ما فيش سوق عمل، ما هو المدرسين مشوف. انا في شباب بعتني هنا بيقولوا لي احنا بنشتغل مدرسين ب 150 جنيه في الشهر. أي. وبنروح الساعه 7:30 نمضي، يعني جامعيين ومتبهدلين. أي. طيب اي شغل هيجي لي انا هقبله.
لكن أنا في النهاية لقيت نفسي وأنا مؤهل جامعي أو أنا مؤهل متوسط متساوي مع عامل صغير بياخد 400 جنيه ألا ترى حضرتك أنها كانت محتاجة ضبط لا علاقة بالمؤهل شوية؟ لا، لأنه أنت بتدخل نوع من الجمود في سوق العمل. نعم. لو قلت اللي عنده بكالوريوس لازم ياخد كحد أدنى 700، نعم، البكالوريوس ده ممكن يشتغل في أي وظيفة لو متفتح وطموح، هيشتغل في أي حاجة عشان يبتدي، أو مضطر، أو مضطر هيشتغل في أي حاجة عشان يبتدي. نعم. هيقول لك أنا قابل يا سيدي أشتغل عامل، هتقول له أنا آسف إن بتقول أنت عندك بكالوريوس لما تديك 700، العامل عندي بياخد 600، تكل على الله مش هاخده. فالعرف في الحد الأدنى للأجر إن أنا بحمي أقل واحد في السوق اللي ما عندوش لا حول ولا قوة إطلاقا، اللي هو الأمي، اللي ما عندوش شهادة، اللي ما عندوش مهارة. هل أنا حريص على ده أكتر ولا على اللي بذل جهد وتعلم؟ لا، أنا حريص على ده لأنه أقربهم للفقر، ده مش التاني. التاني عنده شهادة بيسلك، يعني صحيح يمكن ما ياخدش أجر يتناسب مع شهادته، ما ياخدش أجر يتناسب مع مستوى معيشته، لكن هو مش سلك نفسه، بيقرأ ويكتب ويبشي حاله. التاني لا بيقرأ ولا بيكتب ولا بيعمل حاجة، ده اللي بحميه وأقربهم للفقر، ده مش التاني. صحيح الفقر في النهايه لما هيخش علينا بيخش على الجميع، لكن هيخش على اللي تحت قبل ما يخش على اللي فوق. الحد الادنى للاجور في العالم كله، احنا ما بنالفش حاجه، احنا بصينا لو سيادتك بصيت. طب ممكن قبل ما تروح لده أي. انا بس عايز اكمل النقطه دي عشان